الملف التربوي ورح نقسمه إلى جزئين. الجزء الأول يخص البنايات المدرسية، يخص وضع التلاميذ وسط الزحام الكبير بالمدارس. مرة اللي عنده وحالته المادية الله ميسرها ممكن يدز ابنه للمدرسة الأهلية، ولكن الغالبية من الناس حالتهم ووضعهم متعب، واللي عنده أكثر من طفل الصعوبة راح تتضاعف عليه، المصاريف راح تكثر، فمن يجي المدارس الحكومية راح يشوف ازدحام وكثافة بالصف الدراسي الواحد، يعني تقريبا كل 4 تلاميذ أو طلاب برحلة. زين التلميذ شلون يقدر يخلي الدفتر أو الكتاب؟ تخيلوا وياي، أو شلون يكتب أصلا؟ هذه بالله خليها على صفحة. الأمور الدراسية، كتابة دراسة ما يقدر يحققها، بعض التلاميذ ما محصلين حتى على مكان، قاعدين لو على الشباك لو بالقاع، والأغلب بالقاع. للعلم قبل كم يوم عرضنا مدرسة مكتملة بديالة ولكن مفاتحيها، راح نتابع معاناة الأستاذ والتلميذ بأحد المدارس واللي هي طبعا نموذج وعينة لواقعنا اللي نعيشه احنا، واللي مدير المدرسة بنفسه يقدمها كمناشدة. كل 4 طلاب برحلة ذولا صف أول ابتدائي، يعني هذا الطالب هسه هاي البنية من تجي للمدرسة، يعني هي جاية فرحانة مسجلة بصف أول ابتدائي، راح تجي شوف وضعية المدرسة هاي، بالله صور السوري الأرضية. ربك شوف 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 عيني شوف. شوف يا وزير التربية وين عايشين احنا؟ وين عايشين؟ والله حرامات، يعني شوية يكون خجل يصير. يعني هسه راح أسألهم سؤال، تحبون المدرسة؟ تريدون تدرسون؟ جاي تسمع الصرخات؟ يعني ما اعرف، يعني انتم شنو اللي ضميركم ميت يعني؟ يعني انتم تقبلون ابنائكم؟ هسه ابنائكم تقبلون بهيك مدارس انتم؟ عمي بطلنا مريد العنب، الريس سلتنا. اجى شركه الفاو لزمت المدرسه فلشتها، كانت عندنا صفوف. عاد مقضين امورنا بيها، ما يخالف تعبانه بس مقضين امورنا بيها. هسه اللي جرت بلشت المدرسه وما حد منها اليوم، صار 12 سنه. احنا بمعاناه مطر، هسه احنا مقبلين على شتاء وامطار، هاي الطلاب شلون بيها؟ وين نوديها؟ خر السقف عليهم. شوف هاي الطلاب، شوف وين قاعد الطلاب، 4 وما مكفي الرحلات، الطلاب قاعدين هنا يدرسون، عمي الله يساعد الاستاف على هيك وضع، شلون راح يوصل المعلومه للطالب؟ شلون راح يفتهم الطالب؟ شلون راح يقدر يفهم كل واحد من ذولا؟ اذا هم عددهم اكثر من 60 70 طالب بالصف الواحد، شلون راح يسيطر على الوضع؟ عمي الله يساعدكم. الله يعينكم على هاي المعاناة. أبو علي تعال من الجامعة مفصل.